that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ميغان ميركل زوجة الأمير البريطاني هاري ستستخدم الضجة حول مقابلتها مع أوبرا وينفري لبدء مهنة سياسية قد تأخذها مباشرة إلى البيت الأبيض. Interesting because it often ends up what ends up being inflammatory it seems is people's interpretation of. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار الشخصيات في حزب العمال البريطاني وهو أحد المخضرمين في إدارة توني بلير في داونينغ ستريت وله صلات قوية بواشنطن قوله إن السيدة ميركل البالغة من العمر 39 عاماً كانت تتواصل مع كبار الديمقراطيين بهدف بناء حملة لجمع التبرعات من أجل المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة. ورفض مصدر مقرب من ميغان ميركل التعليق، لكن الزوجين لم يخفيا معتقداتهما السياسية كثيراً. When we vote, our values are put into action and our voices are heard. Your voice is a reminder that. وتناولت ديلي ميل هذه الأنباء لافتة إلى أن صديقة لميغان ميركل صرحت خلال العام 2020 لمجلة فانيتي فير أن أحد أسباب عدم تخلي ميغان عن جنسيتها الأمريكية عندما تزوجت من العائلة المالكة هو السماح لها بالحفاظ على خيار دخول السياسة في واشنطن مفتوحاً. ورد حينها خبراء دستوريون أمريكيون بأنه سيتعين عليها التخلي عن لقبها إذا أرادت تولي منصب عام في الولايات المتحدة لأن ذلك سيتعارض مع قسم الولاء الأمريكي. ونقلت ديلي ميل عن مصدر قوله إن ميغان تتطلع إلى العام 2024 عندما يبلغ الرئيس جو بايدن 82 عاماً ويقرر ما إذا كان يريد الترشح لولاية ثانية. وإذا وصلت إلى البيت الأبيض ستكون ميغان ميركل أول رئيسة للولايات المتحدة وثاني شاغلة غير بيضاء للمكتب البيضوي بعد باراك أوباما، كما أنها ستتبع خطى الرئيس رونالد ريغان الذي كان ممثلاً في هوليوود لمدة 4 عقود قبل أن ينتقل إلى السياسة.